دلوقتي هنشوف مع بعض تقرير مفروض ان هو طريف جدا، ورغم كده بيحمل بداخله موضوع شديد الجدية والأهمية، وهو ضرورة تغيير قوانين حماية الحياة البرية في مصر. عندنا مئات السلالات من الحيوانات البرية اللي ممكن تدخل لمصر ملايين الدولارات، ومطلوبة في جميع أسواق العالم، ورغم كده بنمنع صيدها وتصديرها وحاطين مليون عائق أمام المربين ليها، رغم أن العالم كله بيعترف أنهم من خبراء العالم في إكسار وتربية الحيوانات البرية. خليكم معانا عشان نشوف واحد حول بيته لحديقة حيوانات وعنده أندر حيوانات في العالم. ممكن تتخيل بيتك فيه غزلان وتعابين وتماسيح وتعالب وقرود ونسانيس وكنجار ولاما وطيور الفلامينكو البديعة، وممكن كمان أسود. طبعا ده شبه مستحيل، لكن في ناس بتعشق تربية الحيوانات البرية كهواية وتجارة. طبعا البيت ده بيتحول لحديقة حيوانات مفتوحة، وده مكلف جدا. وعلى فكرة معظم هواة تربية الحيوانات البرية تقريبا بيحترف تجارة السلالات دي من الحيوانات، وهي تجارة دولية حجمها بيتجاوز 20 مليار دولار عالميا. ومن الناس دي في مصر المهندس نصر فرج الملقب بعاشق الحيوانات البرية، وهتشوفوا لأول مرة الغزال المصري الفرعوني المهدد بالانقراض اللي نجح في جمعه وإكساره، واللي حوله من مجرد هاوي لمحترف في تجارة الحيوانات البرية. الهدف بتاعي من الإكسار الحيوانات دي المحافظة على الحاجات الحيوانات اللي انقرضت في مصر. يعني الغزال المصري ده أجمل غزال موجود، ده خلاص بينقرض، مفيش منه دلوقتي، قليل جدا. لما احنا بقى في القصر نحتفظ بيه ونديله تغذية مناسبة وإكسار يتوالد عندنا، هيبقى عندنا محمية طبيعية عند كل المزارع، ممكن بعد كده نصدره تاني للطبيعة بتاعتنا في المحميات، بس بحرص عشان الصيادين اللي هم بيصطادوه والكلام ده. كان زمان من سنتين كده كان الواحد الغزال ده نسمع الكيلو بتاعه ب600 جنيه، دلوقتي نزل سعره مع الكترة دي ل300 جنيه. ممكن بقى طبعا ان يكون ينزل لغايه 150 و100 كمان لو الكم كبير. احنا لازم نقنن ده في المزارع وينكتر منها بالنسبه للغزال الاوروبي، لان هو فعلا الجو بتاع مصر مناسب جدا ليه، مش اوروبا بس. على فكره مصر فيها ثروه من الحيوانات البريه، لكن نتيجه الاهمال والصيد الجائر بقت مهدده بالانقراض. لكن الكابتن نصر فرج وزيه ناس كتير بدأت في جمع الحيوانات النادرة وإكسارها عشان تحافظ على سلالاتها النادرة، وده دور بتقوم بيه دول على فكرة مش أفراد، ونجحت فيه ونالت احترام العالم زي عمان والإمارات. أنا عندي حيوان شوية ده سايتس، ده منقرض، وفي مصر ده لأول مرة يكون موجود في مصر، المها العربي. وبالصدفة كده إن لسه من 4 أيام بس في مولود للمها العربي عندي، وهوريه لكم كده هناك باستفاضة يعني في المكان بتاعه. والمها العربي ده يعني من الحاجات النادرة جدا في العالم العربي. وعندي برضو الأدكس من نفس نوعية المها العربي اللي هو أبو حراب السوداني، ده برضو بيتكاثر كتير، ده موجود في مصر برضو دلوقتي وموجود عندنا، بيتعايش حلو قوي ويتوالد. كمان عندي من أهم حاجة عندي وبحبها قوي الغزال المصري. أنا عندي حاجات من الحاجات النادرة برضو اللاما. اللاما دي بتبقى طبعا مشهورة بالصوف بتاعها، وهي في أوروبا كتيرة جدا، هنا عندنا في مصر بتتعايش كويس جدا، وبتاكل برضو العشب زي أي زي الجاموس والبقر والجمال، هي من عيلة الجمال. دي بتتولد مرة كل 12 شهر. دي بالنسبة لللاما. في عندي حاجة جديدة، دي جديدة في مصر قوي، اللي هي الباقة. الباقة دي برضو نفس من عيلة الجمال، ودي متعايشة برضو كويس في مصر، لأنها تحب البرودة، ولكن تولدت في مصر وبدأنا يعني هي لسه بداية فيها، ممكن بعد سنتين ثلاثة يكون كتير منها. من الطيور اللي أنا بحبها قوي والطيور جميلة جدا طيور الفلامينجو دي، أنا بربيها لجمالها وألوانها الزاهية
وقد ايه طيور محبه للاطفال والكبار ومتاقلمه هنا في الجو بتاعنا بتاع مصر. بس هو صعب انها تبيض وتتكاثر لان هي عايزه طبيعه معينه وعايزه هدوء، وهي بتبقى دايما بتبيض على الطاميه وبتعمل زي عش واقف كده وتبيض بيضه واحده. بس هي لسه ما حصلش البيض ده. انا بامل ان باذن الله يكون عندي مواليد من الفلامينجو. المهندس محمود طلبة ابن اعرق واشهر الاسر المصريه اللي بتاجر في الحيوانات البريه وتربيها وتصدرها، وعنده تفاصيل مهمه جدا عن مشاكل تجاره الحيوانات البريه. الدوله بتقول ان الحيوانات دي ممنوع تصديرها لان مهدده بالانقراض، واحنا بنقول بناء على الدراسات العلميه اللي احنا عملناها والدراسات الميدانيه ان الحيوانات دي موجوده بكثره وبكميات كبيره في البيئه المصريه، وبناء على كده بنعمل لها تكاثر عندنا في المزرعه وبنحاول ان احنا نصدر كميات منها او حتى ان الدوله تسمح لنا بجزء معين او عدد معين بتصديره للخارج. دلوقتي الدوله سامحه لبعض المزارع المرخصه بتصدير بعض انواع تصدير الحيوانات اللي يتم اكسارها في المزارع، ولكن احنا بنطالب بتصدير بعض في انواع من الحيوانات ممنوع تصديرها ولا للمزارع ولا تصديرها مباشر من الدوله نفسها حتى لو مش مرخص مزرعه. بنحاول ان احنا نطالب من الدوله تصدير بعض اعداد من الانواع المطلوب تصديرها للخارج. في انواع مسموحه وفي انواع ممنوعه، يعني الدوله سامحه لبعض الانواع، بس في انواع مهمه جدا يستمح انها يبقى ليها كوتا او لها عدد معين، حصه معينه للتصدير للخارج. اخيرا، هو احنا ليه ما ندعمش مربي الحيوانات البريه؟ يعني المعاهد العلميه والبيطريه زي الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد بحوث صحه الحيوان، ما توفرش الخدمات البيطريه وافضل نظم التربيه والتلقيح الصناعي للحيوانات البريه؟ دي ممكن تحقق دخل كبير جدا لمصر اللي هي في الاصل موطن لالاف السلالات من الحيوانات البريه. دي كانت اخر فقراتنا في برنامج جدعان النهارده، لكن قبل ما ننهي الحلقه حابب اوجه دعوه عامه للجميع. يوم 13/7 هيبدأ مهرجان أجرينا الدولي لصناعات الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية. أنا بدعوكم تحضروه، تشوفوا صناعات بلدكم، تشوفوا إزاي في ناس شغالة ليل ونهار عشان يوفروا لنا الإنتاج من اللحوم والدواجن والأسماك في السوق المحلي. كان معاكم محمد غانم، استنونا كل يوم جمعة الساعة 7 مساءً.